الصراع الجاري بين تصريحات المسؤولين الأتراك بعضهم وبعض، ووزير خارجية بحديث، وزير مستشار رئيس بحديث آخر، الرئيس نفسه بحديث ثالث، وكل المحور الأحاديث هو مصر والعلاقات مع مصر. احنا عايزين نبقى في علاقات طيبة مع مصر. مصر دي شقيقة، ومصر ده جيش، ده مصر ده عظيم، والمصريين دول عظماء إلى آخره. كل واحد فيهم بيتكلم الكلام اللي يؤدي إلى تحقيق مصلحة تركية في الوقت الذي يتحدث فيه. أحد هؤلاء المستشار الخاص بأردوغان ياسين أقطاي، وهو بيتكلم على مصر بشكل لم يكن متوقعا. تكلم على الجيش المصري أنه صديق وأنه عظيم وأنه وأنه وأنه، لكن بيقول النهاردة أنه احنا لن نواجه إخواننا المسلمين في مصر. يا عم احنا مصر اسمها مصر، مش تقول إخواننا المسلمين وإخواننا المسيحيين. طب انت هتواجه إخواننا المسيحيين؟ دي تركيا الدولة اللي دستورها دستور علماني. يعني ايه لا نواجه إخواننا المسلمين في مصر؟ هو انت بتكلم مصر عنها مسلمين بس ولا مسلمين احنا مصر؟ احنا مصريين كلنا. تعالوا شوفوا ياسين أقطاي وهو بيتكلم كلام عنصري لا يقبله الإسلام الصحيح. الإسلام الصحيح لا يقبل هذا الكلام من المستشار أردوغان. نعم، نخاف من أن نكون نواجه إخواننا المسلمين. نحن لا نريد أن نواجه أي دولة مسلمة. بيقول إنه المصالح مع مصر في البحر المتوسط أو المصالح في البحر المتوسط بتدعونا لضرورة التنسيق مع الدولة المصرية. يعني الشعبان يعني دائما متواصلان مع بعضهم البعض، في من المصريين في تركيا من الآلاف أو من عشرات الآلاف المصريين وعشرات الآلاف التركيين في مصر. يعني المصالح المشترك يحتاج التركيز عليها ويحتاج إلى تدريس دراسات ويحتاج إلى تطويرها، يعني لا سيما في بحر في المتوسط وفي ليبيا وفي مجالات أخرى. يعني لو يكونوا في بعلاقة طيبة كلا الطرفين يستفيد منها. بيواصل وبيقول إن تركيا سبحان الله يا ربي ليست عدوة لمصر، ده احنا حبايب، ده احنا قرايب، ده احنا ولاد عم. اسمعوا، لأن نحن لسنا يعني كحكومة وكشعب لسنا أعداء لمصر. الشعب المصري أشقاؤنا أكثر من أخواننا، هم أشقاؤنا ولا هم شعب، الشعب لا يتجزأ. يعني الشعب التركي والشعب المصري هو شعب واحد. يعني اللي جاي بقى لازم يسمعه محمد ناصر كويس، ومعتز مطر يسمعه أيضا كويس، وحمزة زوبع يسمعه كويس، وأيمن نور يسمعه كويس، ومحمد علي يسمعه كويس. الكلام اللي جاي على لسان مستشار أردوغان هو بيقول والله ما لنا علاقة بالإخوان المسلمين. يا سبحان الله، والله ما نعرف الإخوان المسلمين ولا بنحب الإخوان المسلمين ولا يهمنا الإخوان المسلمين لا من قريب ولا من بعيد. سبحان الله، اسمعوا الكذاب. تركيا هو لا يعلم نحن، يعني تساندنا ليس مع الإخوان. يعني الإخوان لا تهمنا، يعني لا، يعني نحن ليس علاقة لنا مع الإخوان. ومن يأتي والله وبالله لا نرى ولا نشوف بهويته إخواني أو ليس إخواني. يعني وبعدين اتكلم وقال إنه الجيش المصري، سبحان الله، الجيش المصري اللي كان بيوصف في الأدبيات والسياسات والصحف والإعلام التركي إنه جيش علماني وجيش طاغوت والإخوان يشتموا ويقول لك الجيش ونداءات وصرخات بتدعو لضرب الجيش المصري من قلب تركيا، النهارده بيقول الجيش المصري ده جيش عظيم، الجيش المصري ده جيش ما حصلش. تعالوا نشوف. الجيش المصري هو جيش عظيم ونحن نحترمه لأنه هو جيش أشقاؤنا. الجيش المصري جيش عظيم وما نعرفش الإخوان، والإخوان دول ما يهموناش في شيء، ولازم نحب مصر، ومصر دولة شقيقة وإلى آخره. طيب بيقول فيما قال إنه نطلب من مصر، عايز إيه يا سيدي من مصر؟ تساعدنا علشان خاطر نخلي ونترك ليبيا لليبيين. بطلوا ده واسمعوا ده بجد، هو مصدق نفسه؟ ياسين أقطاي بيقول يا مصر ساعدونا، ساعدوا تركيا حتى تبقى ليبيا لليبيين.
بجد مصدق نفسك؟ كل اللي فات قالوا تحت ضغط الحاجة والمصلحة والإذلال التركي أمام الدولة المصرية. النهاردة جاي بيقول والنبي يا مصر ساعدونا علشان نترك ليبيا لليبيين. تعالوا نشوفوا نكتة الموسم. تواجدنا في ليبيا ليس إلا لإقامة الإصلاح، إقامة السلام هناك، ولترك البلدة لليبيين، ليبيا لليبيين، يعني ليس الاحتلال. ونحن نريد وندعو مصر أن تأتي إلى هذا الموقف، إلى هذا الخط، ليبيا لليبيين. دي تصريحات ياسين أقطاي مستشار أردوغان خلال الفترة الماضية، وهو بيتودد، تركيا بتتودد لمصر، تركيا بتغازل مصر، تركيا بتنبطح أمام الدولة المصرية. أصبح أردوغان ومستشاره يتغزلوا في الجيش المصري، وأنه جيش عظيم، جيش عظيم. سامع يا محمد يا ناصر؟ سامع يا معتز يا مطر؟ ياسين أقطاي بيقول على الجيش المصري جيش عظيم غصب عنه وعن معلمه. بس يا ريتك تكون سامع يا معتز ياسين أقطاي وهو بيقول على الجيش المصري جيش عظيم، وان مصر دولة شقيقة، والنبي يا مصريين ساعدونا عشان نخلي ليبيا لليبيين. انا بقول سقطت كل دعايات الاخوان. وتعالوا اسمعوا يا اخوان واتباع الاخوان وخرفان الاخوان وقيادات الاخوان، بقول لهم اسمعوا اردوغان بيقول عن طريق لسان مستشاره، احنا الاخوان المسلمين ما يهمناش، ما فيش حاجة تهمنا اسمها اخوان، لان احنا قلنا من اليوم الاول ده واحد، انا اسف يعني، اردوغان ده رجل بلا رجولة، رجل بلا مروءة، رجل يعني بالبلدي واللغة المصرية واطي، ملوش عزيز، والمتغطي بالاتراك عريان، الاخوان ما سمعوش الكلام، واللي ولاد خدوا بعضهم وطلعوا برا وصوتهم عالي، ومعتز مطر ينفخ في اوداجه وفي صوته ويعمل شعره لفوق عشان يبان انه غضنفر، ويشتم في الجيش المصري والرئيس المصري والشعب المصري والاعلام المصري. وظن وبعض الظن اسم وبعضه مش اثم انه محمي من اردوغان ومحمي من تركيا ومحمي من الجيش المحمدي، جيش السلطان العثماني. بقول لكم انتوا حسبتوها غلط. وانا بقول يا محمد يا ناصر اوعى تفكر انه انت قاعد عند راجل، ده انت قاعد عند فتاة ليل، انت مش قاعد عند واحد عنده مروءة، انت قاعد عند واحد بيبيع ويشتري في المواقف، حتى بيتاجر بالدين، بيتاجر بالاديان. الكلام اللي قاله مستشار اردوغان كلام لابد انه يتوقف عنده الكثيرون، وهم بيتراجعوا بشكل درامي. تركيا تتراجع بشكل درامي عن مواقفها المناوئة للدولة المصرية والرئيس المصري والجيش المصري بشكل درامي، يجعل المصريين ينظروا إلى أردوغان وإلى مستشاره وإلى دولته في سخرية شديدة. إيه اللي أنتوا بتقولوه؟ إيه اللي أنتوا بتعملوه؟ أنتوا مصدقين؟ أنتوا بجد مصدقين نفسكم؟ المهم يا مصريين، أنا بقول اللي حصل بيثبت أنه عندي قائد عظيم نبيل اسمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم يتفوه بكلمة نابية طوال عمره، ولم نسمع منه انه هاجم وقال اسم دولة او زعيم على لسانه بأي نقيصة من النقائص. واحنا تعرضنا لعنة وظلم وهجوم وشتائم وسباب، واربع خمس قنوات ممولين من قطر موجودين في تركيا بيشتموا فينا كلاب نابحه ليل نهار، عايزين البلد تقع، عايزين البلد تخرب بفلوس قطر. لكن بقول تاني، الدوله دي محميه من رب العزه اولا، محميه بجيشها ثانيا، محميه بشعبها اللي ايد واحده ثالثا، ومحميه ان عندي قائد فعلا طاهر نقي فاهم واعي بيدير الامور بهذا الشكل.